وللحديث أكثر عن الأسواق العالمية تنضم إلينا في الاستوديو السيدة فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا فيك أستاذة فرح. في البداية نتكلم عن التضخم في بريطانيا للمرة الأولى، كان يعني منذ 2021 يقل عن المستهدف، برأيك كيف يؤثر ذلك على الباوند؟ يعني طبيعة الحال حنكون عم نشوف الرياكشن الأولى من الأسواق ضغط على الجنيه الاسترليني. نحن عم نحكي فعلا مستويات منا شايفينها من 2022 أبريل تقريبا، منا أولى من الأسواق ضغط على الجنيه الاسترليني. نحن عم نحكي فعلا مستويات منا شايفينها من 2022 أبريل تقريبا، منا يعني حتى أقل من مستهدف البنك المركزي عند 2%. هلأ عم شوف أنا كمان دايما هالدايناميك حلو، تراجع تضخم مهم، ولكن لازم نشوف العناوين كمان تحت العنوان الرئيسي. يعني الكور انفليشن أو التضخم الأساسي يلي بنكون عم نشيل منه أسعار الطاقة، أسعار الغذاء اللي عادة معقول يكونوا عم يتحركوا بشكل سريع، منلاقيه عند 3.2، ولكن حتى دون التوقعات، حتى التضخم الشهري دون التوقعات، التضخم أسعار المنتجين كلها دون التوقعات، عم تعطينا بندل واضحة أنه عنا ترند واضح لتراجع التضخم. بلاقي التضخم أكتر شيء عم يتراجع بأسعار الطاقة وبأسعار التيكتس، ففي حال استمر هالتراجعات نرى توقعات أكثر وأكثر أنه المركزي أو بنك أوف إنجلند رح يكون عم يتوجه لتقليص أسعار الفائدة في الشهر القادم، وهذا طبيعة الحال رح يؤدي للتراجعات. أنا شايفة مستوى مثلا الباوند يو أس تي عن مستوى دعم رئيسي، في حال كنا عم نشوف إغلاقات تحته وبيانات يوم غد كمان من الولايات المتحدة في حال جاءت عم تقوي الدولار، قد نرى تراجعات مستمرة على الزوج. نعم. طيب الأسواق تترقب أيضا بيانات التجزئة الأمريكية، ما توقعاتك لهذه البيانات وأيضا دورها في تحديد مسار الفائدة الأمريكية؟ كمان شو يعني بكرة عنا نهار كتير مهم من الولايات المتحدة، عنا بيانين طالعين، بيان بيتعلق بسوق العمل وهي بيانات البطالة من بعد ما جاءت سيئة جدا في الأسبوع الماضي، كنا عم نحكي الأسوأ في 3 سنين. أوكي قد لا يكون عم بيفرجينا صورة عن الواقع لأنه كان في عنا الأعصار، كان في عنا تأثير طبعا على بيانات البطالة، ولكن في حال شفنا استمرار هالمطالبات المرتفعة رح تخوفنا، ومن ناحية تانية في عنا الاستهلاك اللي بيعطينا صورة عن التضخم، وهالعلاقة ما بين التضخم ما بين سوق العمل هي المعضلة عند الفيدرالي فعلا. فطبعا الميكس تبعه في حالتين اجوا عم بيأثروا على المعنويات، تراجع في الاستهلاك وتراجع في او ارتفاع المطالبات البطالة طبعا رح يكون عم بيأثر على المعنويات، عم نتوقع اكثر سياسة متساهلة من الفيدرالي، ولكن في حال جبنا الاستهلاك قوي وبيانات كمان البطالة منا هالقد بتخوف، قد نرى يمكن تماسك في الاسواق ومش هالفولاتيليتي الكبيرة مقارنة في مفاجآت بهالبيانات. نعم. ايضا أسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاع، برأيك ما العوامل التي دعمت أسعار الذهب، وهل سنشهد أيضا المزيد من الارتفاعات على أسعار الذهب إلى نهاية العام؟ هلا الشيء الغريب أو اللي يعني مش عم بقدر يمكن حدد قدي رح يكون عم يرتفع، لأنه إحنا عم نشوف قوة الدولار، وعلى الرغم من قوة الدولار وعوائد السندات الذهب لا يزال قريب من مستويات قمم رئيسية، حتى اليوم كمان هالبيك اللي عم نشوفه، أرى شراء من الصناديق الاستثمارية قد هيدا يبرر هالارتفاعات اللي عم نشوفها بالوقت الحالي، ولكن حجم الشراء ما كان كتير كبير. فقديش رح نكون قادرين نستمر بارتفاعات أعلى من القمم التاريخية اللي واصلين لها؟ نحن بحاجة لبيانات إضافية، شهر سبتمبر عادة ما بيكون جيد للذهب، وعلى رغم من هالشي عم نشوف ارتفاعات، أكتوبر نفس الشيء، أرى عادة تحرك جانبي في هيدا العام أو في نهايته إلى شهر ديسمبر، منلاقي عادة تاريخيا وموسميا ديسمبر وبداية السنة عادة ما يكون في عنا ضخ أكثر للذهب وارتفاعات، فطبعا الصورة بعيدة الأجل داعمة الذهب، التوترات الجيوسياسية، تراجع أسعار الفائدة، ولكن البيك الحالي أحتاج لي يمكن إشارات أوضح لأكد أنه رح يستمر بهالزخم الكبير. نعم. طيب إذا تحدثنا عن النفط، هناك يعني توقعات بتراجع الطلب العالمي عن النفط بشكل مختصر، تقييمك لأسعار النفط؟ هلا كمان أسعار النفط عملت بيك وتراجعت، هذا البيك مدعوم بشو؟ مدعوم بمخاوف جيوسياسية، تراجع الإنتاج على الأرجح كان من إيران بسبب التهديدات، نرى يتراجع، نرى كمان مخاوف أنه يكون في عنا تقليص الإنتاج يتراجع، أوبك مثلا، روسيا، العراق، كازاخستان لا تزال عم تنتج أكثر من التوقعات، كله بيعطيني أنه على القليل السوق متماسك. نعم. فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية لدى إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.